بداية يعني الإفراج عن سجناء سياسيين في مصر، هذه الحالة لم تكن الأولى من نوعها، لكنها كانت كبيرة بالنسبة لعدد خروج المعتقلين السياسيين، لذلك يعني فقد فرضت نفسها على ساحة التحليل والتخمين أيضا لمعرفة دلالات هذا الموضوع. برأيك ما دلالات يعني إفراج عن سجناء السياسيين في مصر في الآونة الأخيرة؟ بعد صحيح حضرتك وللسادة المشاهدين، هناك بعض الأمور التي يجب أن نحددها بداية. نعم. هل هؤلاء المعتقلين سياسيا، هل هؤلاء المدعون بجرم ارتكبوا جرما أصلا يستحق عفو أو غير عفو، يستحق وجودهم في السجن؟ المسألة أو الإجابة لا. هذا أمر متفق عليه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عبد الفتاح السيسي دائما ما يدير المسألة بفصل بمنطق الشو وبسط، لأن تاخد لقطة العدد كبير العدد قليل هي مسألة بيكتشف فيها لقطة تقال أو يقول بها للمجتمع الدولي أنا يعني حريص على حرية البعض وحريص على إطلاق سراح البعض، لكن الحقيقة الأخرى هو هناك ما يزيد عن 60,000 معتقل سياسي مصر لم ينالوا حرياتهم وهي حق لهم، هي مسألة